شكرا لاعلامي المتميز نجم مصر والنادي الاهلي كابتن هيثم السعيد وضيوفه الكرام اساطير كره السله الكابتن محمد طاهر رجب والكابتن محمد سليمان السلعاوي. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام عشاء كره السله في كل مكان، مشاهدي قناه الاهلي، يسعدني ان اكون معكم محدثكم دكتور وائل ابو العزم معلقا لاولى مباريات البيست اوف 3 في الدور الثمانيه بين فريقي الاهلي ومصر التامين. بيمثل فريق الاهلي شيكلي، ميرال اشرف، نادين السلعاوي، ثريا محمد، دينا عمرو، رضوى محمد، فريده وائل، رنيم الجداوي، نوى شتا، حبيبه محمد بيكو، يارا اسامه، ندى نافع، والاداره الفنيه الكابتن طارق خيري مديرا فنيا ومعاه كابتن كريم عبد المنعم وكابتن علياء الجمال، احمال كابتن اكرم عادل، مدير اداري كابتن ماجد فوزي، اداري كابتن مشير عبد العليم، طبيب دكتوره مروه الحسيني، علاج طبيعي دكتوره ياسمين محمد، محلل تقني كابتن اكرم الشرباجي، اخصائي نفسي دكتوره مي القاضي. اما مصر للتامين بيمثلها حور عبد الظاهر، هلا علي، ملك شعبان، رنا عبد الظاهر، رحمه خرشد، نور حامد، سلوى هارون، ساره ديكي، فريده تامر، مريم صلاح، منى مطيع، ايمان خالد، والاداره الفنيه كابتن لبين عقل مديرا فنيا ومعاها كابتن احمد نجا، الاحمال كابتن سعد ابو اليزيد، مدير اداري كابتن احمد المنشاوي، محلل اداء كابتن احمد جويلي، والاحصاء ايضا كابتن احمد جويلي، طبيب دكتور عمرو صرفاوي، المشرف العام على كره السله الكابتن حازم فكري نصر. يحكم لقاء اليوم الكابتن محمد صبحي والكابتن ريم شيمي، على الطاوله اسلام نبيل، فاطمه فاروق، عبد الرحمن جدرب. لحظات وهنبدا اللقاء. النادي الاهلي على يمين حضراتكم ونادي مصر للتامين على يسار حضراتكم. الكره مع نادي مصر للتامين، الحيازه الاولى، اذا اول حيازه هتكون من نصيب النادي الاهلي. ساره ديكي تلعبها لمنى مطيع، منى ناحيه الشمال لفريده تامر، وتصويبه ثلاثيه، اول ثلاثيه في المباراه من نصيب فريده تامر، والكره مع النادي الاهلي. رضوى تلعبها لشيكلي، شيكلي بتلعب الكره لمرال اشرف، مرال لشي سيطر على كرتها، بتحاول تعدي، تلعب الكره بره وتصويبه ما تنجحش في التسجيل، نواشتا تتقطع منها الكره، واوت سايد لصالح النادي الاهلي من الحد النهائي. رضوى محمد بتلعب الكره بره لمرال اللي بتصوب في سن الحلقه من فوق، تروح لمصر التامين، تلم الكره على طول فريده تامر، وداخله على الباسكت فريده، داخله على الباسكت، محاوله تلمها على طول لاعبات النادي الاهلي، ميرال اشرف عكسيه لنادين السلعاوي، وتصويبه في سن الحلقه من رضوى محمد، تروح لميرال، ميرال بتدور على حد يديله، تطلع الكره بره لشيء، بتلعبها لرضوى، رضوى بتلعبها ناحيه الشمال لميرال، بتسقطها لشيكلي، شيء بتحاول تعدي وتحت الباسكت بتوسع لنفسها وتنجح انها تاخد خطا الشخصي هيستوجب رميتين حرتين. هتصوب الرميه الحره الاولى بتنجح تسجيلها. وتصوب الرمية الثانية في سن الحلقة. الكرة مع مصر التأمين، فريدة تامر هتاخد، ترجع لها كرة تاني من منى مطيع ناحية الشمال، وأوت سايد كابتن محمد صبحي بيقول خبطت في رضوى محمد وخرجت أوت سايد لصالح مصر للتأمين. باصة طويلة تحت الباسكت لسلوى هارون ومحاولة وخطأ الشخصي هيستوجب رميتين حرتين. ثلاثة مصر التأمين، واحد النادي الأهلي، ورميتين حرتين لمصر التأمين. سلوى هارون بتصوب الأولى بتنجح تسجيلها، 4-1. هتصوب الرمية الحرة الثانية في سن الحلقة، تلمها شيء، تلعب الكرة على طول لرضوى، رضوى لشيكلي، بتعدي شيء، الزون مفتوح وداخلة وبتسجل نقطتين، ترفع النتيجة لثلاثة الأهلي، 4 مصر للتأمين. فريدة تامر قافلة عليها نادين، تلعبها ناحية اليمين،
لساره تلعبها في نص الملعب لسلوى هارون. سلوى الفريده تامر لفت وجت ناحيه الشمال وتصويبه في سن الحلقه من رنا عبد الظاهر تروح للنادي الاهلي. رضوى محمد وهجمه مرتده سريعه وداخله رضوى داخله رضوى داخله رضوى وباصه عكسيه لنهى شتا ولكن جت جامده خارج الملعب اوت سايد. اوت لمصر التامين. الكره مع منا مطيع بتعدي نص الملعب. منا بتدور على حد تديله تلعبها لفريده تامر في نص الملعب. فريده بتسقط الكوره ومحاوله من مريم صلاح تروح على طول لعبه الاهلي شيكيلي وداخله شيء على الباسكت وبتوسع لنفسها ومحاوله ولكن ما تنجحش في التسجيل. تروح الكوره مصر التامين وهجمه سريعه مرتده وتحت الباسكت لسلوى هارون اللي بتسجل نقطتين وشايف في خطا شخصي بيحتسبه الكابتن محمد صبحي. خطا شخصي على نادين السلعاوي هيستوجب رميه حره اضافيه. سلوى هارون هتصوب الرميه الحره تنجح بالتسجيل ترفع النتيجه لسبعه ثلاثه. رضوى شيكلي نادين يلا يا نادين وداخله نادين تلعبها بره الرضوى لشي اللي بتصوب في سن الحلقه تروح الكره للتامين. فريده تامر تلعبها على طول لسلوى اللي بتسقط الكوره لمنه ولكن تقطع الكوره تاخدها شيء وهجمه مرتده وداخله رضوى. رضوى لمرال ومحاوله على الباسكت وخطا الشخصي هيستوجب رميتين حرتين. كانت بتلعبها لشيء ولكن عدت لمرال جت طالعه ارتكب ضدها خطا الشخصي هيستوجب رميتين حرتين. هتصوب مرال الرميه الحره الاولى تنجح بالتسجيل أربعة الأهلي سبعة التأمين. هتصوب الرمية الحرة الثانية خمسة الأهلي سبعة التأمين. فريدة بتطلع الكرة لسارة ديكي لفريدة تاني طويلة لمنة لسارة لمنة لفريدة تامر ومخالفة لا في هنا عرقلة كرة بالقدم. سلوى هارون سيلعبها فريدة ليس سارة ديكي سقط الكرة تحت الباسكت لمنة مطيع ومحاولة ترجع الكرة لمنة تطلعها بره الناحية التانية على طول لرنا تتقطع الكرة ترجع للتأمين وتصويبه مع اخر ثانيتين من زمن الهجمه ولكن خارج الملعب اوت سايد لصالح النادي الاهلي. كابتن نادين عقل المدير الفني لمصر التامين. الكره مع الاهلي. رضوى تلعبها لنادين. نادين بتصوب في سن الحلقه من فوق تلمها على طول منا مطيع وهجمه مرتده لساره. سارة تقف على كورتها مستنيه لاعبتها تلعبها لمنة وتصويبه في سن الحلقه من فوق وتروح الكره للتامين وتصويبه من فريده في سن الحلقه تلم الكره ميرال وهجمه سريعه وداخله ميرال داخله ميرال تلعبها ناحيه اليمين لرضوى وتصويبه من رضوى الثلاثيه رضوى محمد ثلاثيه 8 7 اول تقدم للاهلي في المباراه 8 7 وتصويبه من ساره في سن الحلقه تلمها على طول شيكلي بتعدي نص الملعب شي وباصه ناحيه الشمال وهتاخد مع ميرال ولكن تتقطع الكوره تاخدها على طول فريده وفريده داخله على الباسكت ومحاوله ونقطتين لصالح التامين 9 8. رضوى محمد بتعدي رضوى والزون مفتوح وداخله رضوى بتطلع الكرة بره ولكن بتقطعها منا مطيع اوت سايد لصالح النادي الاهلي. كابتن طارق خيري غزل مصر
والمدير الفني لفريق الأهلي. تصويبة من نادين ما تنجحش في التسجيل، تروح الكرة على طول لفريدة تامر وباصة طويلة لرنا عبد الظاهر، ترجع الكرة في نص الملعب ناحية اليمين لفريدة. فريدة طلع لها منا مطيع، تعمل لها ستار، تلعبها لسلوى، سلوى هارون تلعب الكرة على طول لرنا عبد الظاهر على خط الرمية الحرة، وتصويبة من منا مطيع، تلم الكرة نادين، ميرال وتعدي ميرال، وداخلة ميرال، وداخلة ميرال، وتصوب ميرال وتسجل ميرال. 10-9 لصالح النادي الأهلي، وتقطع الكرة على طول نادين، وباصة لرضوى، ومحاولة ورميتين حرتين لصالح نهى شتا. بص حضراتكم داخلة ميرال ازاي ترتقي لأعلى نقطة وبتسجل وماسكة كورتها بكل قوة عشان محدش يقطع منها الكرة. نهى شتا رميتين حرتين، ولكن بتربط رباط، ومن اهم اولويات الحكام سلامه اللاعبين، لازم ينتظر لحين انتهاء ربط رباط. ونرال برضه بتربط الرباط، بتنجح تسجيل الرميه الحره الاولى 11-9. هتصوب الرمية الحرة الثانية، تنجح تسجيلها 12-9. هالة علي بتعدي هالة، هالة وبتلعبها خارج الملعب اوت سايد لصالح النادي الاهلي. مرالة طلع الكرة، وثريا نزلت اهي في الملعب، احدى ملكات السلة المصرية ثريا، تلعبها لشي لثريا تاني، لشي، وشي عايزه تسقط الكره تطلعها لثريا، وثريا بتستعد للثلاثيه وتصويبه لسه ما سخنتش ثريا، واوت سايد لصالح مصر للتأمين. هلا هتاخد مع فريده، لهالة تاني ناحية اليمين، سقط الكرة لمنة وخطأ شخصي على شيء. خطأ شخصي على شيء كيلي، هيستوجب ادخال الكرة من الحد الجانبي. الكرة مع منا مطيع لسارة لهالة، وهالة داخلة على الباسكت في سن الحلقة، تلمها شيكلي تلعبها على طول لنادين، ونادين داخلة على الباسكت ومحاولة وتلم كرتها تاني لثريا، وثريا بتحاول تعدي تلعبها بره لشي، وشي تسقط الكرة لنهى، ونادين ومحاولة وخطأ شخصي، خطأ الشخصي هيستوجب ادخال الكرة من الحد النهائي. خطأ الشخصي قبل التصويب، الكابتن ريم شيمي بتقول كده، ومحاولة على الباسكت ونقطتين شيكيلي ترفع النتيجة ل 14-9. فريدة تامر واوت سايد على النادي الاهلي، شي بتقطع الكرة خارج الملعب اوت. فريدة تلعبها لهالة، هالة بتحاول تخترق تلعبها بره عكسية، تاخدها شي وتعدي، وشي داخلة على الباسكت، داخلة على الباسكت شي، ومحاولة ولكن تلم الكرة منا مطيع ناحية الشمال لفريدة تامر، وتسقط الكرة لسلوى هارون، وفي صفارة خطأ شخصي هيستوجب رميتين حرتين. شوفها مع حضراتكم كده الخطأ الشخصي. هيستوجب رميتين حرتين. بتصوب الرمية الحرة الأولى سلوى هارون، بتنجح تسجيل
القادمه من النادي الاهلي سلوى هارون، يمكن زي ما سمعنا كده في الاستوديو التحليلي في 7 لاعبات في مصر التامين من النادي الاهلي، بالاضافه طبعا للكابتن نيفين عقل المدير الفني للفريق. والكره مع شيء وداخله شيء داخله شيء ومحاوله وتنجح انها تسجل نقطتين ترفع النتيجه ل 16-11. ساره ديكي تلعب الناحيه الثانيه وتصويبه ثلاثيه فريده تامر، الثلاثيه الثانيه لفريده، الثلاثيه الثانيه لفريده ترفع النتيجه 14 التامين 16 النادي الاهلي. ميرال وتصويبه من ميرال في سن الحلقه من جوه، ترد على طول للتامين وبتوقف الكره بسن كده الحذاء ميرال اشرف بسن الكوتشي، على طول عرقله للكوره بيتجدد فيها زمن الهجمه، يعني طالما في المنطقه الدفاعيه بتاخد 24 ثانيه جداد. فريده تامر وتصويبه من ساره في سن الحلقه، تروح الكره للشيء بتعدي شيء وداخله شيء، يا سلام يا شيء موهت بجسمها كده انها تباصي بره وسعوا لها السكه، اقتحمت على طول وسجلت نقطتين ترفع النتيجه ل 18-14. منا مطيع لساره لهاله، هاله عالي وداخله هاله وبتصوب بعيد عن الحلقه، وقعوا الصيد على ميرال. بص حضراتكم بصوا الاعاده داخله شيء ازاي داخله ازاي، طلعت واخترقت وسجلت نقطتين. ثريا تلعبها لنادين، يا سلام يا نادين تعمل دبل جامب كده في الهواء وتسجل نقطتين ترفع النتيجه ل 20-14، وبتنتهي الزمن احداث الفتره الاولى ودقيقتين، ونرجع لحضراتكم مع احداث الفتره التانية. عودة مرة أخرى مشاهدينا الأعزاء مشاهدي قناة الأهلي إلى ملعب المباراة وأحداث الفترة الثانية من لقاء الأهلي ومصر للتأمين اللي انتهت أحداث الفترة الأولى بتقدم النادي الأهلي 20-14. يمكن زي ما قلت لحضراتكم في 7 في مصر التأمين من اللاعبات السابقات بالنادي الأهلي، حور عبد الظاهر، هالة علي، ملك شعبان، رنا عبد الظاهر، نادين ياسر، أبو الفتوح، سلوى هارون، مريم صلاح، بالإضافة طبعا للمدير الفني كابتن نيفين عقل اللي بتعتبر من أحد أساطير كرة السلة النسائية، واللي في أقرب توقف كده ممكن نقول على بطولاتها مع الجيل الذهبي في النادي الأهلي. هنبدأ أحداث الفترة الثانية والكورة مع فريدة وائل، تلعبها على طول لثريا محمد لشيكلي، ثريا ومحاولة من يارا أسامة تلمها على طول ميرال أشرف اللي بتسجل نقطتين ترفع النتيجة 22-14. مريم صلاح، مريم مستنيه حد يطلع لها، بتطلع لها هاله علي، هاله لفريده تامر، عفوا مش مريم، فريده تامر، ومحاوله تلمها شيء وتصويبه في سن الحلقه من ثريا، لسه ثريا مسخنتيش، ومحاوله تاني على الباسكت وتصويبه من ثريا، تروح على طول ليه يارا تطلعها لشيء لفريده وائل اللي بتصوب، ولكن بتنتهي زمن الهجمه وتروح الكوره لمصر للتامين. هلا علي تنده لفريده تامر، بتمسكها ثريا لهاله، فريده بتسقط الكرة لسلوى هارون، تطلعها تاني لهالة،
وهالة بتحاول تخترق وداخله هالة بتطلعها بره لسلوى هارون، ومحاولة ولكن خطأ شخصي على يارا أسامة. خطأ شخصي على يارا أسامة هيستوجب رميتين حرتين. بتصوب الرمية الحرة الأولى بتنجح تسجيل ترفع النتيجة ل 15 التأمين 22 النادي الأهلي. هتصوب سلوى الرمية الحرة الثانية بتنجح تسجيلها ترفع النتيجة ل 16 22. ثريا تحاول تعدي تلعبها لشي كيلي، شي لفريدة وائل، وفريدة يا سلام يا فريدة بتمو، يا سلام يا فريدة، يا سلام يا فريدة، يا سلام يا فريدة. فريدة موهت بجسمها مرتين كده، خدعت الدفاع وعدت وسجلت نقطتين واخدت خطأ شخصي برمية حرة إضافية. خطأ شخصي برمية حرة إضافية. هتصوب الرمية الحرة الإضافية تنجح بالتسجيل. خمسة وعشرين ستاشر، الكرة مع فريدة تامر في نص الملعب ناحية اليمين لسارة ديكي. سارة بتصوب في سن الحلقة من فوق ومحاولة لم الكرة، بتخبط في ايد، بتخبط في ايد منة مطيع وتخرج خارج الملعب اوت سايد لصالح النادي الاهلي. ثريا تلعبها لشيكيلي في نص الملعب، شي تلعبها بره لثريا وتصويبه ثلاثيه ثريا، ثلاثيه ثريا ترفع النتيجه ل 28 16. والكره مع فريده، كره عكسيه لساره تحت الباسكت ومحاولة ناجحة من سلوى هارون ترفع النتيجة ل 18 28. والكرة مع الشيكيلي وتصويبة متوسطة تخبط في الحلقة من فوق ومحاولة لم الكرة لكن تروح للتأمين هالة، وهجمة سريعة وداخلة هالة وتحاول تعدي تلعبها لمنة مطيع، منة الهالة قافلة عليها ثريا. أصدقاء الأمس متنافسين اليوم وكلها منافسة شريفة. وتقطع الكرة ثريا وتعدي ثريا وتسقطها لشي، ومحاولة من شي تسقط الكرة ليارا أسامة ولكن تتقطع الكرة خارج الملعب أوت سايد لصالح النادي الأهلي. ثريا تلعبها على طول لفريده وائل اللي بتسجل نقطتين وتاخد خطا شخصي برميه حره اضافيه. حوارنا بين الكابتن علياء الجمال وثريا بعض التوجيهات كده بتقولها لا، وبتصوب الرميه الحره ومخالفه رامي الرميه الحره. يعني ايه مخالفه رامي الرميه الحره؟ انها لعبت الكره وجريت وراها قبل ما توصل للحلقه. يبقى معروف ان او احنا عارفين ان رامي الرميه الحره واللي خارج القوس بالثلاث نقاط ما يدخلش المنطقه المحرمه او ما يدخلش خالص يلم كرة الا لما الكوره تلمس الحلقه، اما اللي واقفين اول ما الكوره تطلع من ايد اللاعب. وقت مستقطع ونسمع كده غزال مصر كابتن طارق خيري بيقول ايه للاعبين. انتهى الوقت المستقطع اعزائي المشاهدين والمتابعين في كل مكان، عشاق الفانيلا الحمراء مشاهدي قناه النادي الاهلي، وفي انتظار نزول اللاعبات جاء
كابتن نيفين عقل وبعض التوجيهات والتعليمات للاعبات. تزامنت الكابتن نيفين عقل في النادي الاهلي مع الكابتن رحاب الغنام والكابتن رانيا عادل والكابتن داليا عرابي والكابتن نهى فكري، يعني اسماء كبيره وجيل ذهبي في تاريخ النادي الاهلي. طبعا مش عايز انسى حد، يعني الواحد بيقول كده من الذاكره على طول. الكرة مع هالة تلعبها ناحية اليمين لسارة ديكي في نص الملعب لرنا تحت الباسكت لسلوى هارون ومحاولة وخطأ شخصي، خطأ شخصي. هنشوف كابتن ريم الشيم احتسبته على مين، خطأ شخصي هيستوجب رميتين حرتين، خطأ شخصي على ثريا. بتصوب الأولى رنا، بتصوب الأولى سلوى هارون ما تنجحش في التسجيل، وبتنجح في تسجيل الرابعة الحرة الثانية. 30 الأهلي 19 مصر التأمين، والكرة مع النادي الأهلي. شيكيلي ثريا تلعبها لفريدة وائل، شي ناحية اليمين هتحاول تعدي شي وداخلة بتلعبها بره لثريا وتصويبة في سن الحلقة من فوق، تروح الكرة لمصر التأمين في نص الملعب لرنا وتصويبة في سن الحلقة وخطأ أوت سايد على النادي الأهلي، أوت سايد على النادي الأهلي. كابتن محمد صبحي بيدي تعليماته للاعبات وبيكلم المديرين الفنيين الاثنين ان مفيش كلام بين اللاعبات وبعضهم داخل الملعب. ساره بتطلع الكره لهاله، هاله لساره تلعبها لسلوى هارون في نص الملعب لهاله لساره وتصويبه قصيره بتلمها شيء قبل الاوت، تروح على طول لبيكو وداخله بيكو وخطافيه واوت سايد على مصر للتامين، اوت سايد على رنا عبد الظاهر. تحاول تلم الكوره خبطت في ايديها خرجت خارج الملعب اوت سايد. بيكو تدور على حد تلعب له قبل الخمس ثواني، تلعبها ولكن تروح لهاله وهجمة مرتدة تلعبها لسارة وداخلة سارة وبتنجح انها تسجل نقطتين ترفع النتيجة 21-30. بصوا حضراتكم داخلة سارة، داخلة سارة 21-30. طبعا بنقول للنجمة الصغنونة سلامات، كانت معدية وسارة وقعت عليها بعد الباسكت. الكرة مع بيكو، شيكيلي لثريا، شيكيلي وتصويبة بتخبط في سن الحلقة من فوق بتروح لمصر التأمين. سارة في نص الملعب لمريم صلاح تتقطع تروح على طول لثريا وهجمة مرتدة مع فريدة وداخلة فريدة على الباسكت ونقطتين بتنجح فريدة انها تسجلهم ترفع النتيجة 32-21. سارة ديكي هلا تلعبها عكسيه الناحيه الثانيه لمريم صلاح تتضع الكوره وهجمه سريعه لثريا وتصويبه ما تنجحش في التسجيل تلمها هلا وتلعبها على طول لساره ناحيه اليمين بتعكس الملعب ساره وتصويبه في سن الحلقه من رنا عبد الظاهر ترجع لساره تحت الباسكت لسلوى هارون اللي بتسجل نقطتين ترفع النتيجة ل 21-32 23 عفوا 32. بيكو
الشيكلي. سقط الكرة ليارا، تتقطع منها الكرة وهجمة مرتدة. مريم صلاح بتقف على كرتها تلعبها لسارة، وسارة بتصوب على طول في بتدخل الحلقة وتخرج تروح للنادي الأهلي. ثريا هتعدي ثريا، وداخلة ثريا والزون مفتوح، وداخلة ثريا ومحاولة وخطأ الشخصي على هالة علي. خطأ شخصي هيستوجب رميتين حرتين. رميتين حرتين وفي تغيير، بتنزل ميرال وبتخرج شيكيلي، وبتخرج سلوى هارون، وبتنزل منا مطيع. في مشاورات كده ما بين الحكام وبعضهم. هتصوب ثريا الرميه الحره الاولى. تنجح تسجيل الرميه الحره الاولى، ترفع النتيجه ل 33-23. هتصوب الرميه الحره الثانيه، بتنجح تسجيل الرميه الحره الثانيه، وبتغير بتنزل نادين مكان ثريا 34-23. ثريا من اللاعبات اللي بتمتلك مهارات عاليه جدا ما شاء الله عليها. والكره مع رنا تلعبها لساره، لهاله، لساره تاني بتسقط الكره تحت الباسكت لمنى مطيع اللي بتحاول، ولكن تلم الكره فريده على طول. فريده وائل تلعبها ناحيه اليمين لميرال، وداخله ميرال وبتخبط الكوره في دفاع مصر التامين، واوت سايد على مصر التامين على رنا عبد الظاهر. بيكو هتطلع الكوره، نادين السلعاوي بتحاول تعدي، وداخله نادين، داخله نادين وبتصوب بعيد عن الحلقه، تلم الكره على طول يارا اسامه ومحاوله ثانيه وميرال، وتاخد خطا الشخصي هيستوجب رميتين حرتين. خطا الشخصي على منى مطيع هيستوجب رميتين حرتين لصالح ميرال اشرف. بتنجح تسجيل الرميه الحره الاولى ميرال، وبتنجح تسجيل الرميه الحره الثانيه 36-23. والكره مع ساره ديكي تلعبها ناحيه اليمين لهاله، لساره ثاني، رانا لهاله، وداخله هاله بتسقط الكره ولكن تقطعها فريده وائل، وهجمه مرتده مع نادين ومعاه بيكو، وداخله نادين، داخله نادين وتسجل نادين، وتاخد خطا شخصي برميه حره اضافيه. نادين السلعاوي من نجمات الفريق، نجمات المنتخب القومي. الكرة بتدخل الحلقة وتخرج تاني، ولكن بتروح لميرال أشرف، لبيكو في نص الملعب، نادين السلعاوي، نادين بتعدي، نادين تلعبها بره الميرال، ميرال وبتنتهي زمن الهجمة قبل ما ميرال تصوب، وتروح الكرة لمصر للتأمين. وقت مستقطع بتطلبه الكابتن نيفين عقل المدير الفني لمصر للتأمين. 38 الأهلي، 23 مصر التأمين، ونشوف مع حضراتكم كده تعليمات المديرين الفنيين الاثنين للفريقين ايه. بعض الإعداد للعبات داخل الفترة. النجمة الصغنونة اللي وقعت عليها السارة ديكي،
لقطة سجلت في تاريخ هذه النجمة، وإن شاء الله تكون سليمة وبخير. انتهى الوقت المستقطع أعزائي المشاهدين والمتابعين. لسه الكابتن طارق خيري بيدي التعليمات كده الأخيرة للاعبات قبل النزول، وبالفعل بدأنا للنزول داخل الملعب في انتظار لاعبات مصر التأمين. هتطلع الكرة مريم صلاح، تلعبها لهالة علي، هلا للسارديكي، لهلا تاني لرنا لسارة، هلا وتسقيطة لمنة، لهلا وتصويبة من مريم صلاح في سن الحلقة، تلم الكرة على طول فريدة وائل، وفريدة بتلعبها ناحية الشمال لمرالو. يا سلام على الباصة الجميلة، ولكن يارا أسامة حتى يعني بتلوم نفسها وبتعاتب نفسها، تاخدها هالة ومحاولة وبتسجل نقطتين. النقطتين اللي راحوا هنا جو من الناحية التانية، يعني بنقول على طول النقطتين اللي بيضيعوا بيفرقوا 4 بونت. كان الأهلي هيزيد 2 بونت فكان هيفرق كده، ولكن ما جابش 2 بونت وجي فيه 2 بونت فبيفرق 4 بونت على طول. النقطتين اللي بتضيع ب4 بونت. نادين، نادين بتحاول تعدي، يا سلام على التسقيطة، ولكن فريدة بتحاول تسيطر على الكرة، تاخدها منا مطيع لهالة وباصة طويلة ودخول على الباسكت من رنا عبد الظاهر، وبتنجح انها تسجل نقطتين ترفع النتيجة ل 27-38. بيكو، تصويبة من بيكو في سن الحلقة من فوق، وصراع على الكرة لفريدة، ولكن تروح الكرة لهالة، وهالة مقفول عليها بأربعة، وتحاول هالة وفي سن الحلقة، ولكن في خطأ شخصي بيحتسب على النادي الأهلي، خطأ شخصي على مرال أشرف. رميتين حرتين لهالة عالي، هتصوب الرمية الحرة الأولى تنجح بالتسجيل ترفع النتيجة ل 28-38. هتصوب الرمية الحرة الثانية، تروح على طول الكرة للنادي الأهلي، يارا أسامة تلعبها لبيكو وباصة طويلة ناحية اليمين لفريدة، وفريدة بتعدي ومحاولة، ولكن يارا أسامة بتطير من إيديها الكرة وتخرج خارج الملعب أوتسايد. طبعا بتجفف الكرة لأن العرق بيتسبب إن الكرة تزحلق من إيد اللاعبات. هلا سارة ديكي، منا مطيع ومحاولة بتلم الكرة بيكو، نادين تحت الباسكت ليارا، واوت سايد على النادي الأهلي. سارة ومحاولة للتصويب، وبتنتهي احداث الفترة الثانية اعزائي المشاهدين بتقدم النادي الاهلي 38-28 مصر التأمين. عودة للاستوديو والكابتن هيثم السعيد وضيوفه الكرام كابتن محمد طاهر رجب والكابتن محمد سليمان السلعوة، ونعود لحضراتكم مرة اخرى بعد انتهاء الاستراحة. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا الكابتن هيثم السعيد وضيوفه الكرام الكابتن محمد طاهر رجب والكابتن محمد سليمان سلعوة. مشاهدينا الاعزاء عشاق كره السله في كل مكان، مشاهدي قناه النادي الاهلي، معكم معلقكم الرياض الدكتور وائل ابو العزم، واحداث الشوط الثاني بفتره الثالثه والرابعه من مباراه الاهلي ومصر للتامين في دور الثمانيه بيست اوف 3 اول المباريات. بدأت أحداث الفترة الثالثة بثلاثية لمصر التأمين، انتهت أحداث الفترة الأولى بتقدم الأهلي 20-14 وأحداث الشوط الأول بتقدم الأهلي 38-28. وبدأنا أحداث الفترة الثالثة بثلاثية لمصر التأمين، والكورة مع هالة وداخل هالة على الباسكت، تقطعها منها ثريا خارج الملعب أوتسايد. فكر حضراتكم كده بتشكيل الفريقين بسرعة، شي كيلي النادي الأهلي، شي كيلي ميرال أشرف، نادي السلعاوي سرايا محمد، دينا عمرو، رضوى محمد، فريدة وائل، رنيم الجداوي، نهى شتا، حبيبة محمد بيكو، يارا أسامة، ندى نافع، والتأمين حور عبد الظاهر، هلا علي، ملك شعبان، رنا عبد الظاهر، رحمة خرشد، نور حامد، سلوى هارون، سارة ديكي، فريدة تامر، مريم صلاح، منة مطيع، إيمان خالد. يحكم اللقاء كابتن محمد صبحي، كابتن ريم الشيمي. لميتين حرتين لمنة مطيع، ما بتنجحش في تسجيل الرمية الحرة الأولى، هتصوب الرمية الحرة الثانية. ما بتنجحش في التسجيل، تروح الكرة للنادي الأهلي، ميرال وباصة طويلة على طول لفريدة وائل، وداخلة فريدة، وداخلة فريدة، يا سلام يا فريدة، يا سلام يا فريدة، خطة فية عكسية بتسجل نقطتين ترفع النتيجة 40-31. منة مطيعة تقطع الكرة ميرال، بتعدي ميرال وتلعبها لفريدة، فريدة تطلع الكرة بره لسوريا، وسوريا ومحاولة للدخول وخطأ شخصي على منة مطيعة هيستوجب رميتين حرتين. هتصوب الرمية الحرة الأولى. تنجح تسجيل الرمية الحرة الأولى ثريا. 41-31. وبتنجح تسجيل الرمية الحرة الثانية 42-31. سارة بتطلع الكرة لمريم صلاح. سارة تاني. تلعبها لهالة، وهالة بتحاول تعدي وبتقفل عليها نهشتا، وتتقطع الكرة وتروح على طول لبيكو. وباصة لميرال لثريا وتصويبة فوق في سن الحلقة. وفريدة وصراع على الكرة والاحتكام لسهم الحيازة. سهم الحيازة لصالح النادي الأهلي. مرالة تطلع الكرة تلعبها الفريدة لثريا، تعمل لها ستار نواشيتا، بتحاول تعدي وتسقيطها لنقطة تحت الباسكت وتلف نقطة وفي سن الحلقة، ولكن بتنتهي زمن الهجمة قبل التصويب على طول. الحكام بتوقف الملعب عشان تدي الكوره لمصر للتأمين. فريده تامر تحت الباسكت للساره، ونقطتين لمصر للتأمين. ساره ديكي سجل نقطتين ترفع نتيجه 33-42. بيكو ناحيه الشمال، بيكو وخطا شخصي الكابتن محمد صبحي بيحتسبه هو والكابتن ريم شيمي، او هنشوف في حوار كده ما بينهم. خطأ شخصي على فريدة تامر من مصر للتأمين. فريدة وائل تطلع الكرة تلعبها لبيكو، وبيكو داخلة زون مفتوح ومحاولة، ولكن ما بتنجحش في التسجيل. تلم الكرة على طول رنا عبد الظاهر، الرانا تلعبها لفريده تامر، للرانا تاني لفريده تامر. مريم صلاح وتشيلها لها كده
ثريا وهجمه سريعه مرتده، ولكن تتقطع الكره في السكه. فريده تامر تقطع الكره واوت سايد لصالح النادي الاهلي. بيكو بيطلع كره لثريا وتصويبه ثلاثيه. ثريا الثلاثيه الثانيه لثريا 45-33. فريده تامر تلعبها طويله ناحيه الشمال لهاله لفريده تاني، بتسقط الكره لسلوى وتلف سلوى وتصوب بعيد عن الحلقه، تلمها هاله علي وقفل عليها ثريا، وخطا شخصي بتحتسبه الكابتن ريم شيمي، خطا شخصي على ثريا هيستوجب رميتين حرتين. هتصوب هاله الرميه الحره الاولى تنجح في التسجيل في صفاره انطلقت. هنشوف كابتن محمد بيدي تعليماته، في حد واقف جنب البنش النادي الاهلي فبيدي تعليماته لاستبعاده. يطلع المدرجات وبتحتسب الكره الاولى وهتصوب الكره الثانيه الرميه الحره الثانيه، بتسجل الرميتين الحرتين وبيوقف الملعب ثاني في تغيير. نزلت رضوى محمد من النادي الاهلي، كره مع ميرال رضوى، بتسقط الكره تحت الباسكت لنوى الشتا ومحاوله، الكره بتقف على الحلقه وتكرر محاوله تاني، ولكن تتخطف الكره من ايديها تخطفها فريده تامر، وخطا فني على نوى الشتا. نوى الشتا هنا بتكلم كابتن ريم شيمي عايز الخطا الشخصي، ولكن كابتن ريم اعتبر ده اعتراض على طول، ادتها خطا فني هيستوجب رميه بتنجح تسجيلها ساره ديكي. ٤٥ الاهلي ٣٥ مصر التامين. شيكلي بتنزل والكورة مع مصر التأمين سارة ديكي، سارة بتعدي تلعبها لرنا عبد الظاهر اللي بتصوب في سن الحلقة، بتحجز على الكورة كده بذكاء فريدة وائل وتخرج بيها اوت سايد لصالح الأهلي. الكورة مع فريدة، فريدة ناحية الشمال رايحة لها شي، بتعمل لها سكرين، سقط لها الكورة تلعبها لرضوى، رضوى سقط لشي كيلي وشي بتعدي. يا سلام يا شي على البهارات، وتاخد خطأ الشخصي برميتين حرتين. خطأ الشخصي على سلوى هارون يستوجب رميتين حرتين. هتصوب الرمية الحرة الأولى، هتصوب الرمية الحرة الثانية، ٤٦-36. ودخول على الباسكت وخطأ الشخصي على ثريا، خطأ الشخصي على ثريا هيستوجب رميتين حرتين. ٤٦-36. تنجح تسجيل الرمية الحرة الأولى فريدة تامر. ٣٧-46. وبتنجح تسجيل الرمية الحرة الثانية 38-46. ثريا رضوى، رضوى تحاول تعدي من فريدة، ماشية معاها فريدة
تلعبها لمرال، مرال بتخترق وتعدي وتسجل وتحتسب النقطتين وتاخد خطأ الشخصي برمية حرة إضافية. رمية حرة إضافية، بصوا حضراتكم دخلت على طول اهي، اخترقت ومع الفاول على طول قامت مصوبة، احتسبت النقطتين ورمية حرة إضافية. بتنجح تسجيل الرمية الحرة الإضافية. سارة ديكي سارة رايحة من ناحية اليمين، تلعبها لسلوى ليه، ومحاولة من فريدة وبترد المحاولة سلوى هارون وبتسجل نقطتين ترفع النتيجة 49 الأهلي 39 مصري التأمين. ميرال أشرف، ثريا، فريدة وائل، وداخلة فريدة، وداخلة فريدة تلعبها بره لمرال، ومرال طلع الكرة بره لثريا، وهنشوف ثلاثية وهنشوف في سن الحلقة من ثريا. تروح الكرة على طول لسارة ديكي، فريدة تلعبها عكسية لرنا عبد الظاهر اللي بتسجل نقطتين ترفع النتيجة 41-49. تتقطع الكرة، باصة طويلة لفريدة، تتقطع الكرة تروح لسارة ديكي، وتصويبة من رنا عبد الظاهر بتنجحش في التسجيل. تروح الكرة للنادي الأهلي، رضوى لفريدة وائل لمرال، ويا سلام على الباصة الجميلة ما بين مرال وشيكيلي بتسجل نقطتين ترفع النتيجة ل 51-41. بصوا حضراتكم فريدة وائل على طول لمرال، مرال لقت شيكيلي في مكان مميز ادتها الكرة تحت الباسكت على طول سجلت نقطتين. هالة، وتصويبة من هالة في سن الحلقة، تلم الكرة على طول دفعات النادي الأهلي لرضوى، ثريا وداخلة ثريا، ويا سلام يا ثريا، يا سلام يا ثريا، عدت حلوة قوي لكن الكرة قصيرة في سن الحلقة. تروح الكرة على طول لرنا عبد الظاهر، تتقطع الكرة لفريدة لثريا تحت الباسكت وتسجل نقطتين، وكابتن ريم بتوقف الملعب لأن فيه لاعبة من لاعبات مصر التأمين وقع بنقول لها سلامات. قامت اهي، كانت هالة، هالة عالي 53-41. والكورة مع مصر للتأمين، في تغيير، سارة بتطلع الكورة تلعبها لفريدة تامر، فريدة بتعدي نص الملعب، نزل الدين عمرو كابتن فريق النادي الأهلي، وتسقيطة لسلوى هارون اللي بتسجل نقطتين ترفع النتيجة ل 43-53. ميرال داخلة، ميرال تلعبها بره لنادين، نادين يا سلام يا نادين، يا سلام يا نادين، موهت بجسمها وسعت لنفسها لفت سجلت النقطتين 55-43. سارة ديكي لفريدة، سقط الكرة لسلوى وخطأ الشخصي هيستوجب رميتين حرتين. سلوى هارون هتصوب رميتين حرتين، خطأ الشخصي على دينا عمرو اللي لسه نازلة كابتن فريق النادي الأهلي. هتصوب سلوى الرمية الحرة الأولى، تنجح بالتسجيل ترفع النتيجة 44-55. هتصوب الرمية الحرة الثانية، تنجح تسجيلها 55-45. رضوى بتعدي، رضوى من ناحية الشمال تلعبها لدينا في نص الملعب لمرال، مرال لشيكيلي، شي بتعدي وتصوب شي وتسجل شي 57-45. سارة ديكي هلا تلعب على طول لسلوى، فريدة تامر لهالة في نص الملعب، هلا قافل عليها نادين، بتعمل لها ستار وبتعدي
وبتسجل هالة نقطتين ترفع نتيجة 47-57. نادين، نادين ناحية الشمال، رايحة على شي، تلعب لها الكورة، شيكلي عايزة تباصي باصة سريعة لدينا عمرو، لكن تتقطع في السكة، وهجمة مرتدة ودخول على الباسكت، ونقطتين بتسجلهم سارة ديكي. 49-57. شيكلي، شي داخلة هتخترق والزون مفتوح، وبتصوب تلمها مرال، مرال بتطلع كرة بره لنادين، ونادين تلعبها لشيكلي ناحية اليمين، وتصويبة في سن الحلقة تلمها مرال لرضوى، مرال تاني ناحية الشمال وداخلة مرال، وبتخترق وتاخد خطأ شخصي على منى مطيع. خطأ شخصي يستوجب رميتين حرتين. بتصوب الرمية الحرة الأولى، ميرال بتنجح التسجيل 58-50. وبتنجح تسجيل الرمية الحرة الثانية 59-50. وفي تغيير، بتنزل حور عبد الظاهر في التأمين، وبتخرج منه مطيع. فريدة تامر تلعبها لسلوى هارون، سلوى لها العهري، هلا بتعدي، وتصويبة بعيدة عن الحلقة، وسارة ديكي بتحاول تلم الكرة ولكن بتكملها خارج الملعب، اوت سايد لصالح النادي الاهلي. رضوى بتعدي نص الملعب، رضوى قافلة عليها فريدة تامر، بتعدي منها وداخلة رضوى، وتسجل رضوى 61-50. هلا علي تلعبها لفريدة تامر، وبتسقط الكرة طويلة لسلوى هارون ولكن خارج الملعب، اوت سايد لصالح النادي الاهلي. بس حضراتكم الاختراق بتاع رضوى، وداخلة وبتسجل نقطتين. رضوى هتحاول تعدي تعمل لها ستار شيكيلي، ولكن بتروح معاها فريدة تامر، بتسقطها لشي، يا سلام يا سلام يا شي. 63-50، وبتنتهي احداث الفترة الثالثة اعزائي المشاهدين بتقدم النادي الاهلي 63-50 مصر للتأمين. فاصل ونرجع لحضراتكم بعد دقيقتين. عودة مرة أخرى مشاهدينا الأعزاء، مشاهدي قناة النادي الأهلي، عشاء كرة السلة في كل مكان، وأحداث الفترة الرابعة من مباراة الأهلي ومصر التأمين في دور الثمانية، أول مباراة في البيست أوف 3. انتهت أحداث الفترة الأولى بتقدم الأهلي 20-14، الفترة الثانية تقدم الأهلي 38-28، الفترة الثالثة تقدم الأهلي 63-50. لحظات وهنبدأ مع حضراتكم أحداث الفترة الرابعة، وعلى ما نبدأ أقول لحضراتكم المباراة الثانية هتكون يوم الاثنين إن شاء الله 10-4، والثالثة يوم الخميس 13-4. الكرة مع مصر التأمين، سارة ديكي وصراع على الكرة والاحتكام لسهم الحيازة، هنا الكرة دخلت الملعب، يبقى السهم على طول لصالح النادي الأهلي. رضوى طلع كرة لمرال، رضوى قفل عليها فريدة، بتعدي منها وداخلة رضوى، تلعبها برة وتصويبة من مرال، ثلاثية مرال أشرف، ثلاثية مرال ترفع النتيجة ل 66-50. هلا علي سارة ديكي تتضع منها الكرة لمرال، وعلى طول دينا عمرو، داخله دينا عمرو ونقطتين دينا عمرو، الكره وقفت كده على الحلقه
يعني علقت الجميع، ولكن في الاخير نزلت باسكت والكابتن نيفين عقل المدير الفني لمصر التامين بتطلب وقت مستقطع عشان تشوف لاعبتها وتناقشهم في الخمس نقاط اللي اتسجلوا فيها. هنسمع مع حضراتكم كده تعليمات المدير الفني هنا وهنا. انتهى الوقت المستقطع اعزائي المشاهدين، واللاعبات نزلنا ارض الملعب، والكره لصالح التامين نتيجه باسكت دينا. هاله بتطلع الكره تلعبها لساره ديكي، ساره بتقفل عليها رضوى تلعبها طويله، ولكن نادين بتطير على الكره تطلعها خارج الملعب اوتسايد. اوتسايد لصالح مصر التأمين من الحد الجانبي. هتطلع الكرة فريدة تامر لسارة ديكي، سارة بتعدي وتصوب ما تنجحش في التسجيل، تلم الكرة رضوى، رضوى بتهدي ملعبها، بتعدي نص الملعب رضوى وبتعدي الزون مفتوح، ولكن بتسقط لشي. يا سلام يا شي، يا سلام يا شي، شوف لسه بقول لحضراتكم وهي بتستلم، استلمت صح وقدامها السكه مفتوحه، سجلت على طول النقطتين. بصوا حضراتكم فضت نفسها واستلمت صح على طول، عكسيه خطافيه ونقطتين للنادي الاهلي، ورميه حره اضافيه. ما تنجحش في تسجيل الرميه الحره الاضافيه، 70 النادي الاهلي 50 مصر التامين. والكره مع ساره ديكي، طبعا لسه ما عدتش لان شروط الباكزون اللي تعدي بالقدمين والكوره، طالما الكوره لسه ما عدتش ما تبقاش باكزون. خطا شخصي على رضوى محمد، هيستوجب ادخال الكوره من الحد النهائي. ساره ديكي تلعبها الهاله تقطعها دينا عمرو خارج الملعب اوتسايد. سارة هتطلع الكورة تلعبها بره لفريدة، فريدة بتصوب تصويبة بعيدة المدى ما تنجحش في التسجيل، تلم الكرة على طول نادين لرضوى وباصة طويلة، ولكن تروح لنادين، كانت بتباص لدينا ونادين بتصوب ثلاثية. نادين يا سلام يا نادين، نادين السلعاوي، يعني كانت الكرة رايحة لدينا عمرو ولكن اتقطعت في السكة، جات لنادين ورب ضارة نافعة، على طول نادين سجلت ثلاثية وصوبت ثلاثية سجلتها ترفع النتيجة ل 73-50. فريدة باصة طويلة لسارة ديكي خارج الملعب اوتسايد. بتلوم نفسها فريدة للباصة الطويلة. وفي كابتن محمد صبحي موقف الملعب لعب الكرة لنادين، كان في حد معدي تقريبا من ورا الملعب فاستنى ما يعدي نادين، وتصويبة ثلاثية نادين. يا سلام يا نادين، الثلاثية الثانية لنادين 76-50. هلا تحت الباسكت لساره وتصويبه تروح على طول لدينا عمرو، دينا الرضوى تلعبها الميرال اللي بتصوب في سن الحلقه تلمها نادين، يلا يا نادين الثالثه يا نادين، نادين
وتسقطها لشيء، يا سلام يا شيء، وشيء بتعمل كده نوع من انواع الخداع وبتكتسب خطا الشخصي. هنشوف كده الحكم هيديه برميتين حرتين ولا هيقول ما كانتش في حاله تصويب، ده اللي هنشوف مع حضراتكم. شوف ثلاثيه نديم، لا كانت في حاله تصويب، رميتين حرتين بتصوب الاولى في سن الحلقه، هتصوب رمية الحرة الثانية بتنجح تسجيلها 77-50. سارة ديكي بتعدي سارة، قافلة عليها نادين، تلعبها بنص الملعب الرنا اللي بتصوب وبتسجل رنا، ترفع نتيجة ل 52-77. نادين وتصوب نادين، تلمها دينا وتسجل نقطتين دينا، ترفع نتيجة لل 79-52. سارة ديكي قافلة عليها دينا عمرو ورضوى، بتلعبها لسلوى هارون وخطأ الشخصي لصالح سلوى هارون. خطأ الشخصي من الحد الجانبي لصالح مصر التأمين. وفي تغيير، نزلة يارا أسامة وملك شعبان بتطلع الكورة، تلعبها لهالة، هالة لسارة، وسارة بتصوب ثلاثية، سارة ثلاثية، سارة سارة ديكي، ترفع نتيجة ل 55-79. شيكلي تلعبها بره لدينا، ودينا ليه يارا، وتصويبه من نادين الثلاثيه الثالثه، الثلاثيه الثالثه نادين السلعاوي 82-55. هلا لملك شعبان، رنا لهالة في نص الملعب، قافلة عليها نادين، بتعدي منها ولكن بترجع لها بسرعة نادين وتقفل عليها، تطلع الكرة بره لسارة اللي بتصوب، بتلمها ثريا، ثريا لنادين، ونادين تلعبها لثريا وتسقط الكرة على طول ليارا أسامة اللي بتسجل نقطتين، ترفع النتيجة 84-55. شو ثلاثية نادين، الثلاثية الثالثة نادين. سارة ديكي سلوى بتصوب سلوى، تلمها شيكيلي وتلعبها طويلة ليه دينا عمرو، ودينا بتباص لثريا ولكن تتقطع في السكة، تروح للتأمين، وهالة داخلة على الباسكت بتسقط الكورة لرنا عبد الظاهر اللي بتسجل نقطتين، ترفع النتيجة 57-84. دينا عمرو تتقطع منها الكرة، وسارة ديكي استنى زميلتها وداخلة سارة ولكن خطأ شخصي على يارا أسامة. خطأ الشخصي هيستوجب رميتين حرتين على يارا أسامة لصالح سارة ديكي. بتصوب الأولى ما تنجحش في التسجيل، وبتنجح تسجيل رمي الحرة الثانية 58-84. ثريا بتعدي ثريا وتقف على زاوية 45 وتصوب وتسجل ثريا 86-58. ملك شعبان لرنا عبد الظاهر، تلعبها عكسية لملك شعبان وتصويبة من سارة ثلاثية، رفع ايديها كابتن ريم، سارة ديكي الثلاثية الثانية 61-86. ثريا
رايحه من ناحيه الشمال سوريا تلعبها لنادين. وتصويبه ثلاثيه نادين. ايه الثلاثيه الرابعه لنادين؟ ما شاء الله عليك يا نادين. 86-61. هلا. لا 89-62 في تعديل في الارقام في اللوحه ككل هنا وهنا. ودينا عمرو تسجل نقطتين 91-62 91-62. والكره مع رنا تلعبها لهالة اللي بتصوب تلمها على طول سلوى هارون وتسجل نقطتين 64-91. في تغيير للنادي الاهلي الثلاثيه الرابعه لنادين. وكده يبقى فيه وقت مستقطع طلبه الكابتن طارق خيري. انتهى الوقت المستقطع اعزائي المشاهدين والمتابعين في كل مكان. واللاعبات في طريقها لارض الملعب. الكرة مع ثريا. شايف ندى نافع نزلت في اخر دقيقتين. ثريا لندى تلعبها ليارا. يارا تحت الباسكت وتصويبه. ويا سلام يا يارا، خطه فيها جميله وبتاخد تحيه كل الموجودين في الصاله. وتاخد خطا شخصي برميه حره اضافيه. بس حضراتكم الارتكاز والخطه فيها والخطا الشخصي. تروح الكره على طول للتامين. هلا سارة ديكي ملك وتصويبه بتسجل نقطتين ملك 66-93. ثريا ثريا بتعدي ثريا وتقف على زاويه 45 وتصوب في سن الحلقه. تروح الكره لهاله وهاله بتستنى زميلتها تلعبها على طول لرنا عبد الظاهر. وكره عكسيه لساره اللي بتصوت بعيد عن الحلقه خارج الملعب اوت سايد لصالح النادي الاهلي. دينا عمرو هتطلع الكوره تلعبها لبيكو. بيكو بتعدي نص الملعب. بيكو لثريا. ثريا تحاول تعدي تسقطها ليارا تطلعها بره تاني لندى اللي بتصوت ثلاثيه. ندى ثلاثيه ندى نافع. اول نزول ليها مع اخر دقيقتين واول ثلاثيه لندى. هالة وتصويبه من هالة. تروح الكره على طول للنادي الاهلي. ندى تقطع الكره لدينا عمرو لثريا وتصويبه في سن الحلقه تلمها الساره وتلعبها طويله في ملعب النادي الاهلي لرنا عبد الظاهر اللي بتصوب وبتسجل ثلاثيه. دينا عمرو بيكو. دينا عمرو ليارا وخطه فيها عكسيه كده. ليارا بتسجل على طول نقطتين. السكور اعتقد اكتر من كده. هالة وخطفية بتسجل نقطتين
71، مصر التأمين 98، واكتفى. يا ريت نشوف اللوحة بسرعة كده. اكتفى كده الفريقين بالنتيجة. مبروك النادي الأهلي وجهد مميز من مصر التأمين. مشاهدينا الأعزاء، عودة إلى الاستوديو التحليلي والكابتن هيثم السعيد. كان معكم معلقكم الرياضي الدكتور وائل أبو العزب، وإلى اللقاء في مباريات أخرى. شكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.